عشان نخليكوا داخل الحدث ودائرة الحدث، وعشان نبقى دايما السبق معانا، خلينا نطير كده للدوحة عشان نجيب لكم آخر الأخبار مع زميلي العزيز محمد طه. محمد، يا مساء الخير عليك، طمنا عليك أكيد، وطمنا على الأجواء الخاصة بمنتخبنا وتدريبات اليوم. كل التحية ليك زميلي العزيز فتح الله، وكل التحية لمشاهدينا عبر شبكة قنوات اون تايم سبورتس من العاصمة القطرية الدوحة، واستمرارا لتغطيتنا الخاصة لكأس العرب مونديال العرب من قطر. خليني أتكلم عن منتخبنا الوطني. يمكن الأمور الحمد لله طيبة داخل معسكر منتخبنا الوطني بالأمس بعد ما انتهت المباراة، والحمد لله بالفوز. يمكن كان في تدريب كده داخل الملعب المباراة لبعض اللاعبين وعملية استشفاء. اللاعبين اللي ما شاركوش في المباراة اتدربوا امبارح على ملعب المباراة بعد نهاية المباراة، وبعض اللاعبين الآخرين كان تدريبات بدنية خفيفة للاستشفاء. كمان بعد لما رجعوا لفندق الإقامة كان في تدريبات استشفائية للاعبين، عبارة عن تدليك ومساج وجاكوزي وأمور يعني من شأنها عملية الاستشفاء لكل اللاعبين لتحضيرهم سريعا لمباراة السودان يوم السبت القادم. الأمور كمان داخل المقر الإقامة هادئة تماما، وحالة تركيز يعني جديدة واضحة كمان من أول ما انتهت المباراة بالأمس. اليوم الحمد لله يعني الأمور طيبة. حمدي فتحي خرج عمل الفحص الخاص به حسب اللوائح اللي بتنص عليها الفيفا، بأنه أي لاعب بيتعرض لإصابة خطيرة بروتوكول المشاركة في البطولة انه يخرج يعمل فحص. نتيجة الفحص هتبان بالظبط، نتيجة الفحص هتبان النهاردة ان شاء الله حتى يشارك في المران مع المنتخب، ومن ثم مشاركة في باقي المباريات، وان كان هناك اتجاه كبير لإراحة حمدي فتحي في المباراة القادمة امام السودان. يمكن اليوم ما كانش فيه لو انت فين يا طه دلوقتي، انت راجل الاتوبيس بتاع المنتخب انت فين حاليا؟ احنا بالفعل موجودين في مقر إقامة منتخبنا الوطني مع المنتخب في مقر إقامته بأحد الفنادق هنا في الدوحة، وزي ما انت شايف فعلا من خلفي الاتوبيس الخاص المزين بعلم مصر، اتوبيس منتخب مصر، بيتم تجهيزه دلوقتي لنقل بعض المعدات لملعب التدريب اللي تقريبا بيبعد حوالي 10 دقائق من مقر الإقامة عشان يبتدي العمال وبعض من الجهاز الفني المساعدين هيروحوا يحضروا أدوات التدريب ويحضروا كل شيء للملعب، بحيث ان المنتخب ينتقل لملعب التدريب على طول ويبتدي تدريبه مع مستر كروش والجهاز المعاون. يعني تقريبا هيتحرك الاتوبيس بعد نص ساعة من دلوقتي لنقل المعدات والتجهيزات، وبعدها بنص ساعة اخرى هيتم تحرك المنتخب الوطني لتدريبه اللي هيكون في الساعة 6 بتوقيت الدوحة، 5 بتوقيت القاهرة. غدا ان شاء الله هيكون في مؤتمر صحفي، بعده هيكون في التدريب الخاص لمنتخبنا الوطني الأساسي، وهيكون مفتوح للإعلاميين والصحفيين بالحضور 15 دقيقة. إنما تمرين النهاردة تمرين هيكون مغلق تماما، وده حسب لوائح البطولة. زي ما قلت لك الأمور كلها طيبة، الأمور كلها في احساس بالمسؤوليه، في يعني احساس الحاله المعنويه بتاع اللعيبه ايه يا محمد بالظبط؟ يعني عدم التوفيق ده ممكن نحرز اكتر من ازاي هدف، بيقولوا ايه انت حسيت ايه من اللعيبه في الحاله المعنويه ممتازه جدا، لان في بالظبط الاحساس من اللاعبين، حاسس ان هم شايفين ان ممكن يبقى في افضل، عايزين كمان يبقى معانا التوفيق، مش بس كمان الانتقاد على الاداء، لكن لو كان في توفيق امبارح كان في اكتر من هدف ممكن يدخل بنفس الاداء. فهو يعني شايفين ان ممكن ان شاء الله يكون في افضل من كده في الفتره القادمه والمباراه القادمه تصاعديا. كمان ان شاء الله يا رب مع التوفيق يكون حالفنا في المباراه القادمه والمباريات القادمه ان شاء الله يكون في تسجيل الأكتر ويكون الشكل كله جيد بإذن الله. وهنا الروح المعنوية للاعبين تشعر بده وحاسة بكل ده، عشان إن شاء الله في المباريات القادمة يكون الشكل والمضمون كله لمنتخبنا الوطني أفضل بكثير إن شاء الله. قول لي عن الجنات المصرية بتقابلها إزاي، بتقول لك إيه، فرحتهم إزاي بمنتخبنا الوطني وتواجدهم في هذه البطولة، تعليقاتهم إيه بعد المباراة دي؟
يعني الجاليه المصريه هنا حقيقي يعني عايز اقول لك انه يعني ما شاء الله يعني من اللحظه الاولى مع قدوم المنتخب ومع قدوم اي فرد بصراحه الناس مبسوطه جدا وبيحاولوا ان هم يتواجدوا، لكن اكيد زي ما انت شايف كمان من خلفي في يعني ممنوع الدخول كده، عاملين زي كوردون كده ممنوع الدخول لاي شخص من الخارج، لكن هم طبعا اكيد متواجدين في المباريات. ربما يمكن المباراه الاولى ما كانش فيها العدد الكبير رغم ان هم كانوا حاجزين التذاكر، لكن يعني كان توقيت المباراة هو توقيت عمل وتوقيت دوام هنا في الدوحة، فمنع كتير ان هم يحضروا. ربما ان شاء الله مباراة السبت هيكون توقيتها هنا يعني في توقيت مناسب، هيكون الساعة 7 بتوقيت الدوحة، 6 بتوقيت القاهرة، فالامور هتبقى افضل وهيبقى في فرصة ان هم يعني خلصوا شغلهم ويتوجهوا على ملعب المباراة. الناس مبسوطة جدا طبعا بوجود المنتخب وبالمونديال هنا والمشاركة في هذا المونديال، ويأملوا انه يكون في يعني تتويج باذن الله للبطوله. رايهم واستطلعت رايهم عن اول مباراه، يعني البعض شايف ان احنا كان عندنا افضل من كده، كان لازم نكشر عن انيابنا بشكل اكبر خاصه مع نتائج الفرق والمنتخبات الاخرى، كانت نتائج اكبر في احراز الاهداف، لكن هم شايفين ان منتخب مصر ان شاء الله يعني تصاعديا هيكون الاداء افضل وباذن الله القادم هيكون افضل، وده اللي هم بيأملوه، وهم كلهم دعم للمنتخب من اول مباراه الى اخر مباراه، اللي نتمنى ان هي تكون النهائي باذن الله والتتويج يا رب ان شاء الله. تغطيه دايما متميزه منك يا محمد، بشكرك شكرا جزيلا واتمنى لك التوفيق في تغطيتك، واكيد لمنتخبنا الوطني كل التوفيق في المقر. شكرا جزيلا لك. شكرا لزميلنا محمد طاهر اللي فعلا بيدينا تقرير وافي جدا اطمن عن حمدي فتحي، كان نقطه مهمه جدا. شفنا قدام حضراتكم الاتوبيس او الباص الخاص بمنتخبنا مزين بعلمنا الوطني، بيستعد لنقل الادوات لارض الملعب عشان التدريب المغلق.